حبايبي الحلوين، بنت صغيرة من البنات في وقت من الأوقات ولا كانت تعرف الصح ولا كانت تعرف الغلط، بس دلوقتي كبرت شوية، ولما كبرت عرفت ده صح وده غلط. تفتح شنطة ماما غلط، تجري من ايد ماما غلط، تمسك ديل فستان ماما غلط. هي بتعرف الغلط لكن كمان هي بتعرف الصح. الشمس لونها اصفر صح، الشجرة لونها اخضر صح، النهاردة بيجي قبل بكرة صح، وكمان بتعرف صح كتير. نتكلم بشويش صح، ناكل رز وعيش صح، وقت القعدة ما نجريش صح. مش قلتلكم هي كبرت شوية ولما كبرت عرفت ايه الصح وايه الغلط؟ لكن تصدقوا البنت الصغيرة لسه عايزة تعرف ايه يا ترى؟ ايه الصح اللي هو اكبر صح، وايه الغلط اللي هو اكبر غلط. وبرضو زمان زمان كان في سلطان، وبرضو زي الصغيرة كان عايز يعرف ايه هو اكبر صح وايه هو اكبر غلط. سأل كل اهل المدينة وقالوا له كل اهل المدينة الصح صح والغلط غلط، اكبر صح زي اصغر صح، واصغر غلط زي اكبر غلط. علشان كده مفيش في الدنيا اكبر صح ولا اكبر غلط، اهل المدينة كلهم قالوا كده. لكن طحان المدينة ساب طحونة المدينة وراح لملك المدينة وقال له: يا مولاي هسألك ثلاث كلمات وحجيلك ثلاث ليلات، الليلة دي اول الليالي، وهسألك سؤال، هو الكلام صح ولا غلط؟ استغرب الملك، ايه السؤال ده؟ الكلام هيبقى غلط في ايه؟ الكلام مش غلط، الكلام صح. الناس بتفهم بعض بالكلام، والناس بتفهم بعض بالكلام. الناس مش ممكن يبقوا ناس، ولا الدنيا ممكن تبقى دنيا من غير الكلام. يبقى الكلام صح، ويا سلام لو كان الكلام خير، ويا سلام لو كان الكلام حب، يبقى الكلام ظريف قوي. في تاني ليلة طحان المدينة راح لملك المدينة وقال له: الليلة يا مولاي تاني الليالي، وحسألك سؤال، السؤال عن الناس صح ولا غلط؟ وملك المدينة بص لطحان المدينة وقال له: انت بتقول ايه وبتسأل ايه؟ هما الناس لو ما سألوش عن الناس يبقوا ناس؟ طبعا السؤال عن الناس صح. في تالت ليلة طحان المدينة راح لملك المدينة وقال له: الليلة بقى ثالث الليالي، وبرضه هسألك سؤال، هو اللي يعمل معروف صح ولا غلط؟ وملك المدينة بص لطحان المدينة وقال له: انت بتقول ايه وبتسأل ايه؟ المعروف طبعا المعروف صح، واللي قبلنا قالوا فتح عينك وتفرج، فتح عينك وشوف، وزمان ولا النهاردة ما يدوم غير المعروف، صح المعروف طبعا. ضحك الطحان وقال للملك: طيب الكلام مع الناس صح، والسؤال عن الناس صح، وعمل المعروف صح، انا اللي كنت عايز اعرفه ده. ومشي طحان المدينة وساب ملك المدينة. الطحان بيضحك والملك بيستغرب، هو الثلاث ليالي بيسأل كده ليه؟ ومشي وهو بيضحك ليه؟ نهايته طلع القمر وغاب القمر، نوروا الشمع وطفوا الشمع، وقفلوا البوابة ووقفوا الفراس، والكل نام، ولما حيقوموا حيبتدي يوم تاني من الأيام. إلا وفي آخر الليل الراجل طحان المدينة جه يجري على قصر ملك المدينة، خبط على بوابة القصر وقال: افتحوا افتحوا. مين؟ عايز ايه؟ الطحان قال لهم: انا جاي لملك المدينة اعمل الصح. واحتاروا الحرس، الدنيا اخر الليل والملك نايم في عز النوم، لكن طحان المدينة جاي يعمل الصح، يعملوا ايه؟ والحرس قالوا: نفتح له وندخله، والملك نصحيه، وان كان الطحان غلطان الملك بقى هو اللي يحكم عليه. ودخل الطحان وصحوا الملك. قام الملك مش عارف ايه وفي ايه. طحان المدينة قال لملك المدينة: ايه يا مولاي مستغرب كده ليه؟ الحكاية ان انا جاي اسأل عليك واقعد بين ايديك، نسلم السلام ونتكلم الكلام، غلط كده؟ ملك المدينة قال لطحان المدينة: طبعا غلط، واكبر غلط، في اخر الليل وجاي تسأل عليا وتقعد بين ايديا وتسلم السلام وتتكلم الكلام،
بقى علشان كده جاي تصحيني من احلى منام؟ طبعا ده غلط واكبر غلط. ضحك طحان المدينة وقال لملك المدينة: يا مولاي، احنا مش قلنا الكلام صح والسلام صح والسؤال عن الناس صح؟ لكن كل شيء له وقته وكل شيء له اوان. نعمل الصح في وقت الصح وفي المكان الصح يبقى هو ده اكبر صح، لكن نعمل الصح في الوقت الغلط او المكان الغلط يبقى ده اكبر غلط. الكلام صح لكن في وقت الكلام، والسلام صح لكن في وقت السلام. الصح في وقته يبقى اكبر صح، والصح في غير وقته يبقى غلط. كان الملك عايز يعرف ايه اللي اكبر صح وايه اللي اكبر غلط، وكمان البنت الصغيرة عايزة تعرف ايه اللي اكبر صح وايه اللي اكبر غلط. الكتابة صح، ولما نكتب في الكراسة يبقى اكبر صح. والكتابة صح، لكن لما نكتب على الحيطة يبقى اكبر غلط. اللعب بالكورة صح، ولما نلعب الكورة في النادي ولما نلعب الكورة في الجنينة يبقى اكبر صح. واللعب بالكورة صح، لكن لما نلعب الكرة في المطبخ او نلعب الكرة في الصالة يبقى اكبر غلط. الشطارة الشطارة ان احنا نعمل الصح في وقت الصح وفي المكان الصح، كده يبقى اكبر صح.